بتحكي معها على الماسنجر بتردش، بتروح بتبعت لها على الانستغرام فبتعمل لك بلوك، بتنط لها على السناب شات. ليش؟ بتعرف ليش؟ لانه التحرش هو تحرش. البنات اللي بتشوفهن على الانترنت بالضبط نفس البنات اللي بتصادفهن بالمدرسة او بالشارع، كلهن ما بدهن شخص يلاحقهن يراقبهن او يتعرض لهن. يعني ما تنط لها من كل محل ولا تبعث لها صور مع محتوى جنسي، وكمان ما تهددها اذا ما بتتفاعل معك، لانه التحرش هو تحرش. وخليك متذكر، اذا ردت عليك شي مرة هذا ما بيعني انها معنية فيك او معنية انك تتمادى معها. هالصبية تماما مثل اهل بيتك، زميلتك او جارتك، ملزم تعاملها باحترام وتجنب انك تكون سبب انها ما ترتاح، سواء كان هالموضوع بالشارع او بالانترنت، لانه التحرش هو تحرش وين ما كان وكيف ما كان.